بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم عنا يوم طويل وشاق شوية، بس إحنا قدها إن شاء الله. أول إشي بدي أروح أخذ الجرعة الثانية من لقاح الكورونا. أخذت الجرعة الأولى والحمد لله رب العالمين، أموري تمام، واليوم موعد الجرعة الثانية. بعديها أختي عزمتني على الغداء في مطعم ستيك، كتير رح تعجبكم الأجواء، رح تشوفوا هلأ بالفيديو. بعدين بدنا نروح هيك أنا وياكم جولة تسوق سريعة جدا جدا، نشوف شو في ما في بالأسواق. والأهم من هذا كله إنه إحنا بدنا نعمل أشياء كتير طيبة بالفيديو. بدنا نعمل بانكيك الموز والشوفان وكيكة الليمون والأناناس الخطيرة. عندي هون هذا البانكيك من أكتر الأشياء اللي بحب إني أفطر عليها. زينته برشة دبس تمر اللي رح يعطيني طعم الكراميل بدل العسل أو صوص الشوكولاتة، ورشيت عليه بذور شيا، ورح أحط أو حطيت حبات فراولة مجمدة، ورح أحط كمان حبات موز. خليكم معاي بالفيديو علشان تشوفوا الطريقة. بانكيك عندي جبت موزة وكان حجمها كبير شوية، بتهرسيها على الآخر وهرسيها بقسوة وبلا رحمة. بعدين حطيت عليها بيضة، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة فانيلا، ومعلقة كبيرة سكر، وخلطيهم كتير مظبوط. نص كوب شوفان، نص كوباية طحين شوفان سريع التحضير. وبعدين عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، وعندي حوالي نص كوب من الحليب. بدي خليط لا يكون سائل ولا يكون تقيل، السائل رح يتعبني بالصب والتقيل رح يخلي القوام هيك ناشف. تتركيه طبعا يرتاح 10 دقائق. هلا هون انا صبيته في هذا الجار علشان بسهل علي عملية الصب جوا المقلاية. هون بلشت اصب بالحبات. طبعا الخليط طلع معي صراحة كثيف شوي، وحتى انا الغلطة الثانية اني انا صبيت كمية جوا المقلاية. انا بحب احكي لكم الاخطاء اللي بتصير معي علشان تطلع معاكم الوصفة مظبوطة. يعني يمكن كان لازم ازيد حليب. وهون طبعا بحاول اعمل حركة احترافية وانا بقلب بالحبات. اوب، وهيها زبطت معاي. يعني بتزبطوها انتو بالمعلقة وبتضغطوا عليها عشان تستوي من كل الجوانب، وبتطلع معاكم مظبوطة ان شاء الله. هلأ هون انا رحت اخد لقاح الكورونا، حبيت اصور لكم شوية من المناظر. البركة هاي كتير كتير عجبتني، مش بركة، هي نافورة. صورتها لانه بصراحة ما قدرت اقاوم منظر المي. يعني صوت المي لحاله هيك بريح الواحد كثير. وهيك خلصنا والحمد لله رب العالمين، وهينا رايحين على المطعم. المطعم هذا عنا بالزرقاء اسمه مستر كاوبوي. شوفوا ما شاء الله الأجواء كتير كتير حلوة، مستوحينها طبعا من رعاة البقر وهاي القصص. يعني كله تحف بالخشب، والسقف عنا بالضواء وحاطين طوائل كاوبوي. كمان بحطوا لكم اغاني امريكيه واغاني كاوبوي. يعني كتير القعده مريحه والاجواء كتير كتير حلوه. الغريب انه كل المطاعم تقريبا غلت اسعارها، ومش هاي المشكله يعني تقريبا، بس انه حتى لما تطلبوا الاكل الاسعار اللي بالمنيو مش هي الاسعار اللي هم محددينها. كلهم بيقولوا انه هذا الموضوع بسبب الكورونا، بس انا من وجهه نظري انهم لازم يبلغوا ولازم يجددوا بالمنيو الاسعار الجديده، يعني خصوصا انه حتى الغلا يعني كتير صراحة. يعني في فرق كبير بالأصل. اللي طلبتها كانت ستيك تندرلوين طبعا بدون دهون، ومعاها خضار مشوية وبطاطا بيوري. وأختي طلبت ستيك ريب آي اللي بيكون فيها شريط الدهن بس بدون البطاطا لأنها عاملة دايت. دايما أطلب الستيك نص استواء علشان هتضلها معاكم طرية. بصراحة الأكل كان كتير طيب ومتناسق. البطاطا يعني طعمها بجنن مع الصوص اللي فوق، والخضار كل اشي طيب ومشبع. بصراحة كتير عجبني الاكل بالمطعم، والاكل نظيف وكتير حلو، يعني تجربة كتير حلوة. هون انا للعصير طلبت موهيتو بالتفاح، بس صراحة كانت هاي غلطة لانه العصير كتير حلو وكتير تقيل وكمان كميته كبيرة. فانتوا اطلبوا مشروب غازي مع هذا الاكل، اطلبوا دايما مشروب غازي. يعني كتير عجبني المطعم والأجواء الحمد لله. طبعا بحب أحكي لكم هون إحنا نازلين من المطعم، نزلت من المطعم ومشيت يعني فش خطوتين ما لقيت حالي إلا وقعت على الأرض، وقعت على إجري. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. بس بصراحة كانت وقعة كتير قوية، وإجري ضلتها توجعني فترة طويلة من الوقت. الحمد لله على كل حال، يعني شوية تنكدت
كنت كتير مبسوطة وهيك، بس شوي تنكدت. هون أنا لقيت إشي اسمه بذر الكتان الأصفر، قلنا نجربه يعني بما إنه بنستخدم بذور الكتان. اللي عنده معلومة إذا هذا الإشي أفيد من العادي ولا لأ يفيدنا. شوفوا هاي الشوكولاتة اللي أنا كتير بحبها وحكيت عنها كتير للحلويات، محشية كريمة حليب وموكا، وكمان شكلها كتير حلو لتزيين الحلويات. الشاي المتلج بالفواكه، شوفوا النكهات اللي حاطينها، عنب وتفاح وخوخ قرفة وتوت ورمان، ما بتتخيلوا. عنا هون المستكة اليونانية صار مليان منها بالأسواق، طبعا سعرها الضعف، بقولوا إنه طعمها أحسن يعني وأقوى من المستكة العادية. شوفوا كمان هذا إشي منتشر عنا اللي هو الزيوت المعصورة على البارد، بقولوا إنها أفيد صحيا، وحتى بقولوا إنه الأنواع المعصورة على البارد غير اللي بنشتريها من عند العطار بتكون مناسبة للطبخ. هاي الشركة أنا كتير بحبها وأتوقع إنه الزيوت عندهم كمان جودتها عالية. شوفوا هذا إشي أول مرة بشوفه اللي هو فتات الخبز التايلندي، بيكون تقريبا مثل الخبز المطحون بس مقرمش شوي، يعني غريب صراحة لونه وقوامه غريب مقرمش هيك. هذا الإشي يعني هو بديل القرشلة أو البقسماط، بتحطوه في الأكلات المقلية بيعطيكم قرمشة رهيبة، جربوه. هنا أنا بلشت بالكيكة، هاي كيكتي اليومية العادية الإسفنجية، بس أنا هالمرة غيرت بالنكهة وكتير كتير حبوها أهلي. حطيت كوباية طحين، بعدين على جنب حطيت معلقتين كبار من النشا بكوباية الطحين المعيارية، ورح أكمل عليها كوب طحين، يعني كوبايتين ناقص معلقتين كبار من الطحين، معلقتين كبار من النشا، وهون معلقتين صغار بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، وبنخلهم كتير منيح. وحطيت هون معلقتين حليب بودرة، بتقدروا تستغنوا عنهم بس أنا حطيتهم بدل الحليب. هلأ عندي هون 4 بيضات متوسطة الحجم، وبدي أحط عليهم كوباية سكر. زي ما قلت لكم أنا غيرت النكهة، هاي الكيكة أنا كتير عملتها من قبل وطلعت خطيرة بصراحة. حطيت عليها على كوباية السكر معلقة صغيرة فانيلا ومعلقة صغيرة من روح الليمون، وعندي هون بالفريزر برش ليمون. بموسم الليمون أنا باخد البرش وبحتفظ فيه للحلويات لتتبيل الدجاج، معلقة صغيرة من برش الليمون، والريحة مبدئيا بتجنن. بنضلنا نخفق فيهم حتى يصير معانا المزيج أبيض وكريمي. بعد الخفق بضيف معلقة صغيرة من الخل اللي بتعطيني قوام هش، بتعطيني قوام الكيك الإسفنجي. وعندي هون نص كوباية من الزيت، وبخفقها على شكل خط رفيع حتى تمتزج مع المكونات. هاي الكيكة شوي يعني بتغلب وقلها خطوات، بس والله نتيجتها ممتازة. جبت مغلف من عصير الأناناس البودرة الجاهز، ورح أحطه على 3/4 كوب من المي وأخلطهم. ممكن طبعا نستخدم حليب أو 3/4 كوب من عصير نكهة تانية، بس صراحة الليمون والأناناس يعني ما بتتخيلوا قديش النكهة كتير طيبة. طيب ببلش بحط 3 كوب تلت كمية الطحين مع تلت كمية العصير، وهكذا كل مرة بحط تلت وتلت حتى أخلص كل الكمية. وما تخفقوا كتير بهاي المرحلة، ما بدنا كل الهواء اللي دخلناه لجوا الكيكة يطلع منها. هلأ السر الثاني عندي بعد ما طبقنا كل الخطوات، دايما بحب أخبز الكيك بالبايركس، ما بعرف شو السر بالبايركس اللي بيخلي الكيكة هشة وقطنية. طبعا دايما بدهنها بالسمن النباتي والطحين من كل الجوانب، ومستحيل تلزق معاك الكيكة بالقالب. شوفي لما صبيتها كيف لونها فاتح وهيك سائلة، وبتحسوا في جواها هواء. بحطها على بالفرن على درجة حرارة 180، وبتقعد 45 دقيقة، بتاخد وقت طويل بالفرن. وهلأ هون كيكتنا الدلوعة طلعناها من الفرن، وبدي أقلبها. طبعا هذا اللي فوق هو من الطحين ومن السمنة، يعني عادي بتقدروا تشيلوه بالسكينة. طبعا دائما دائما نفسي اني اعمل كيكة واستناها تبرد، بس للأسف الناس اللي عندي ما بيخلوها انه الكيكة تبرد، لازم يدقوها وهي سخنة. بس انتوا دائما استنوا على الكيكة، شوفوا ما شاء الله كيف من جوا هشة وبيضة وفاتحة، ليمون واناناس، والله العظيم بتجنن بتجنن، لازم تجربوها وبالنكهة اللي انا عملتها. وهيك خلصنا الفيديو، وهيك خلص يومنا. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني بفيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.